والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن لم تمنع نفسك عن الشر في مثل هذه الليالي والأوقات الكريمة، متى عسى أن تمنع نفسك؟ إن لم تتحرك نفسك للخير وابتغائه وطلبه في هذه المواسم الشريفة، متى عساها تتحرك؟ إن لم تتب الآن متى تتوب؟ إن لم تستغفر الآن متى تستغفر؟ إن لم تكن منيبا في هذه الأوقات الشريفة متى تنيب؟ ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فدخل ثم خرج ولم يغفر له. هذه مصيبة، هذه كارثة. يدخل هذا الموسم العظيم بخيراته وبركاته وما احتواه من فضائل عظيمة جدا وهو باق على غيه وسفهه.